بيان بيان صادر صادر نفذت القوات البحرية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية والقوة الصاروخية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية بحرية والطائرات المسيرة المسيرة استهدفت سفينة أمريكية أمريكية جاءت كرد اولي على الاعتداء الغادر الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحريه البحريه الثامن عشر من جماد الاخره اخره الله يعجل باخرتك مله يا لغجه